مبروك رمضان. بعدا واش مباركه الانواع ديال التمور؟ كاين العديد ديال الانواع ديال التمور عندنا في المغرب الحمد لله. كاين التمور ديال زاكورا، كاين التمور ديال اللي كتجي من برا، نقولوا من الجزائر ولا من تونس. الحمد لله الخير موجود في السوق، خير موجود، والاثمنه كتختلف من كتبدا من 40، بلا ما نقول الاثمنه، من 40 درهم حتى 140 درهم حتى 150 درهم، وكل واحد وقد جيبه. هذا ما كاين. والتمور كنفضل التمور المغربيه هي الاولى، التمور ديال زاكورا، وكاين كنفضل داك السكري اللي كيجي من السعوديه ولا من الامارات. قلنا التمر المجهول والتمور كامله مزيانه، ولكن التمر المجهول يعني مرتفع في الاثمنه. نعم. والتمر ديال الجزائر وتونس هذوك اثمن عاديه، 50 55 درهم 60 درهم، حاجه ممتازه تقريبا 60 درهم. يعني التمر يعني كاين التمر، كل واحد والطاقه ديالو، كل واحد قد الشتاء ديالو. نعم. ايام رمضان المبارك كيستعدوا للافطار بواحد الطريقه شهيه كبيره، وكتكون المائده عندهم يعني معمره بالخيرات. وديك التمر اللي كيعجبك؟ التمر كيعجبني جميع التمور، فهمتي؟ كيعجبني التمر، ولكن بالنسبه ما بقاش كيعجبني حتى هذا العام شويه، هذا العام شويه بغيتي كيبدا من 20 درهم 30 درهم 40 درهم، بغيتي 80 درهم، بغيتي المجهول عاوتاني 80 100 120 اي حاجه. الحمد لله الخير موجود. اش بغيت نقول لك؟ المفضل عندي انا الجزائر، انا كنت تمر الجزائر. شحال لقيتي الكيلو كامل؟ الكيلو كيمشي 40 درهم، 40 درهم الكيلو. بالنسبة لي انا كنفضل ديال تونس، التمر ديال تونس. وانا كيعجبني هذاك، كيعجبني كل واحد والذوق ديالو، ما تقدرش تعرف كل واحد والذوق ديالو. وسعادة المغرب هذاك حتى هو هذاك مزيان ديال المغرب، عود ديال المغرب مزيان، ديال المغرب مزيان. الثمن كيف جاك مقارنة مع رمضان؟ بحال بحال، ثمن واحد بحال بحال، بحال العام اللي فات بحال هذا العام، ما كاينش لا والو، كاينش الزيادة. ثمن واحد. حاجة مزيانة بالثمن صافي، الإنسان كيمشي على قد جيمو، اللي على قد الجيم ديالو كيمشي الإنسان. الحمد لله اللي كاين الخير موجود، الحمد لله ذلك فضل الله. حنا في طنجة لازم المائدة خصها تكون جميع الأشياء فيها، بحال التمار، الشباكية، بغرير، بويوس، بريوات، وهدينا ماشي بزاف ديال المسائل كتكون فيها مزيان. اي والله. انا يمكن انواع التمور كاين يعني المغرب، كاين الجزائر، كاين تونس، ولكن يعني حاليا اللي موجود بزاف في الجزائر، يعني المغرب يعني واحد النسبه قليله بزاف اللي كاينه دابا، كاين الجزائر هما اللي كيتقداوها الناس. وانت بالنسبه لك؟ الصراحه انا اللي كيعجبنا المغرب، يعني المنتوج المغربي ما كاينش كنظن بحاله في السوق. ضروري تكون واحد شويه الزيادات على حسب مثلا الحاله اللي قلت لك، يعني اللي كيدخل الجزائر كيدخل خصو الترونسبور ديالو، خصو بزاف الحاجات. لا تزاد شويه، تزاد بواحد النسبه مثلا 20% ولا 15%. بحال دابا مثلا المجهول المغربي، يعني المجهول المغربي كيكون واحد النوع الجوده زايده على الجزائر ولا تونس. كاين صد اسرائيل مثلا، وكاين اسرائيل يعني ما دخلوش عليه بسبب الحرب اللي واقع، وهذا هادشي اللي كاين. نوع التمر الحمد لله كاين المغرب زاكورا هو اللي كنفضلو، التمر ديال المغرب ديال البلاد هو اللي كنفضلو ناكلو حنايا، هادشي اللي كان كاين. عرفتي شي فرق في الاثمنه؟ لا لا، اثمنه بحال دائما، اثمنه عاديه، اثمنه عاديه، والحمد لله الخير موجود. ضروري ضروري شي حاجه ديال البلاد، حنا كنشجعوا المنتوج ديالنا، منتوج البلاد كنشجعوا، حنا عزيز علينا المنتوج ديالنا ديال البلاد المغرب.
هذا اللي خديت انا دابا ب 56 درهم صراحه الله الجوده شي حاجه مليحه. وكاين عاود 50 درهم كاين 45 درهم المهم الحمد لله كاين كاين التمر في المتناول للمواطن زعما كاين التمر اللي يقدر ياخذ المواطن وكذا هذه وحاجه كاليتي عاود حاجه مزيانه جميع الانواع كاين جميع الانواع خير موجود الحمد لله كاين هذا الاردن مجهود الاردن كاين مجهود المغرب شنو اخر عندك تمر الجزائر المليح كاين تونس سوا شي حاجه مزيانه مجهود ديالنا المليح حتى هو معنا وما الخيرات موجوده الحق مجهود المغرب غالي شويه كاين الغلاء مجهود المغرب كيبدا من 70 درهم حتى 120 درهم عندك كاين تمر الامارات لولو كاين السكري السعوديه هادشي اللي كاين الخير موجود الاقبال قليل شويه لا لا الاثمنه هي هذيك ما تزاد حتى حاجه الاثمنه دائمه التمر الجزائر كان العام اللي فات غالي على هذا العام هذا هذا العام رخيص هذا 40 شي حاجه مزيانه الراس السوق 60 درهم باش كيتباع بالتسقيط صافي صافي.